السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيلم نهر الحب اللافت للنظر فيه العملاق الفنان الكبير زكي رستم تألق غير عادي، خاصة انه بيقول لنوال اللي هي فاتن حمامة: ايوه، لاني لو طلقتك ابقى بشجع الزنا، بكفي الخطيئة، انتي انسانة ضالة منحلة، محتاجة للرثاء مش للعقاب، انا حكون كريم وشهم معاكي الى ابعد حد، انا حنسى كل اللي حصل، حسامحك، هغفر لك كل ذنوبك، هساعدك على التوبة والتكفير عن سيئاتك، بس لازم تفهمي ان ده مش ضعف او عجز مني، بالعكس دي قوة ومثالية. الصراحة تألق غير عادي. هو فيلم من ناحية جميل فهو جميل، في عمالقة بيمثلوا، في شغل جامد قوي، فيلم من أفلام الزمن الجميل، لكن ينتقد. وهقول لكم ينتقد ليه. قصادنا دلوقتي أبطال الفيلم، قصادنا عمر الشريف وفاتن حمامة، زكي رستم، عمر الحريري، زهرة العلا، فؤاد المهندس، ومليان أبطال الحقيقة: أحمد بالي، أمينة رزق، سهير البابلي، وجدي العربي كان طفل على فكرة، الطفل هاني ابن نوال، سلوى محمود الفنانة اللي بعتبرها جميلة جدا، وكان في كمان سامية فهمي، وكان في فنانات يهود كمان زي سرايا فخري وفيكتوريا حبيقة، أحمد فرحات، سلطانة يوسف، جميل عز الدين، عبد المنعم إسماعيل، نجيب عبده، عبد المنعم سعودي، عبد العظيم كامل، حسين إسماعيل، عباس رحمي، إبراهيم حشمت، مختار السيد، محمد رضا، ميمي جمال، عمالقة الحقيقة كلهم يعني، وإن اختلفت أدوارهم لكن كلهم عمالقة. الفيلم إنتاج أفلام حلمي رافلة، إخراج عز الدين ذو الفقار، وعلى فكرة يبقى أخو الفنان صلاح ذو الفقار. الفيلم متاخد من قصة روائي روسي اسمه ليو تولستوي، قصته اسمها أنا كارينينا. انتقاد الفيلم إن أنا عاوز أغير اسمه من نهر الحب لنهر الخيانة. طاهر باشا رجل سياسي، نائب في البرلمان، وزير شايل الحزب على كتافه، بيقابل الملك دولة رئيس الوزراء، عنده حاجة وستين سنة، عايش عيشة مختلفة عن الناس العادية. هو ما خدعش حد وما كانش خاين لمراته اللي هي اسمها نوال، هي كانت ست خاينة وكمان أم لا تستحق لقب أم، اتخلت عن ابنها هاني علشان راجل اتعرفت عليه من عدة أيام بسيطة، يعني ما كانتش مرتبطة بيه قبل الجواز حتى. وبعدين لما تعوز تفرق بين حد والتاني جوزهم لبعض، هي عايشة الوهم، عايشة الحب. في واحد قال لي قبل كده كلمة بعتبرها حكمة، لما بسأله: لو واحدة فضلت عليك واحد تاني واتجوزت واحد تاني هتعمل ايه وانت بتحبها جامد؟ قال لي: الزمن كفيل بإسقاطهم. فحتى الفنانة فاتن حمامة في الحقيقة كانت متجوزة عمر الشريف، والحب كان مولع في الدور زي ما بيقولوا. ايه اللي حصل بعد كده؟ في الحقيقة طلقها. المهم، عمر الحريري اللي هو اخو نوال كان مختلس في اول الفيلم، واخته نوال ضحت وافقت الجواز من الباشا الثري الكبير في السن عشان تنقذه، وجوز اخته لطاهر وبقى مدير مكتبه، وبعد كده ساعد اخته على خيانة جوزها، وكمان بارك العلاقة الغلط مع خالد اللي هو عمر الشريف اللي تخلى عن اخلاق الفرسان لانه كان ضابط وفارس بيركب حصان وكده، يعني فروسية، وعمل علاقة مع ست على ذمة راجل. وطبعا هختلف مع الفيلم لان هيفضل الصح صح والغلط غلط. وبالنسبة لقصة الفيلم، نوال اللي هي فاتن حمامة فتاة بسيطة عايشة مع اخوها المحامي الشاب ممدوح اللي هو عمر الحريري، اختلس مبلغ من العهدة، طاهر باشا عرف اللي هو الفنان الكبير زكي رستم وهو صاحب العمل، المهم جه بطريقة كده انه يطلب ايدين اخته منه وقال له: انا خليك مدير مكتبي، مفيش محامي احسن منك. ونوال وافقت على الجواز وتعرفت بعد كده على خالد. ونقول لكم ملخص قصة الفيلم. هنا نوال دايما بتحلم حلم بيتكرر وتقوم مفزوعة، مزلقان قطر حاجة مرعبة وتقوم مفزوعة، ده يعتبر كابوس متكرر دايما يجيلها. هنا نوال قاعدة بتصطاد واخدة راحتها، فجالها طاهر باشا بنفسه، لأن دي مرسى خصوصي تبع دايرة طاهر باشا رفعت، فهي اعتبرته غفير، استقلت بيه، كلمته باسلوب وحش، قال لها: ده مرسى خاص ما يصحش تقعدي هنا، انت مين يا شاطره؟
ما رضيتش تقول له هي مين واوحيته، لكن هو اعجب بيها جدا وجننته وهبلته. راح لعمر الحريري اخوها ممدوح، اتكلم معاه كلام لطيف وقال له هخليك مدير مكتبي، انت محامي شاطر مش هلاقي احسن منك، وانا عندي في البنوك 1.5 مليون جنيه غير بقيه ثروتي، وانا عشت حياتي في السياسه ماليش حياه خاصه وعاوزك معايا. وكشف عن نيته انه عاوز يتجوز اخته نواه، ومد ايده يسلم عليه، وممدوح رفض يسلم عليه عكنن اخر عكننا، فهدده قال له انا هضطر بقى اجيب محامي تاني ويدور بقى في الخزنه ويشوف العهده، هتبقى مشكله كبيره. طبعا مراته وزهره العلا اللي هي صفيه واخته نوال سامعين كل حاجه، فبيكذب عليهم ممدوح وبيقول لهم ده عاوز يعين ريس عليا وكده، قالوا لا احنا سمعنا كل حاجه. ونوال قالت له انا موافقه، وانا هلاقي واحد زيه ده غني مرتاح وهعيش عيشه مرتاحه. وطبعا هي ضحت بنفسها عشان تنقذ ممدوح وأسرة ممدوح. الفيلم بيورينا إن نوال اتجوزت خلاص طاهر باشا وخلفت هاني، وهاني ليه دادة بيعاملوه بحنية، وفي عيد ميلاده أمه جابت له قطر يلعب بيه، لكن طاهر باشا مش عاجبه التربية دي وبيعتبر إنهم قاعدين معاه بالشكل ده وبيلعبوا بالشكل ده دي مسخرة، وهو جايب لهاني ابنه في عيد ميلاده شطرنج بيعتبرها حاجة قيمة، ودايما يعاير نوال إنها ما بتفهمش وإن هو أحسن منها، وهي قالت له أنا مستعدة أغلبك في الشطرنج. دايما ينتقد نوال في تربية ابنها، وعاوز دايما ابنه يعتمد على نفسه. هو طاهر باشا راجل كلاسيكي تقليدي صعب شوية، ناشف جاف، حساباته كتيرة، بيشغل عقله كتير، العاطفة عنده جافة شوية، فبيتهيأله إن الواد بالتربية الشديدة دي يطلع راجل يعتمد على نفسه. وهنا نوال في القطر مسافرة لأخوها السعيد، اتعرفت على خالد وقابلته كمان في الحفلة، الصدف كتير جمعت ما بينهم. وهنا وهي مع صفية مرات أخوها ظبطته مع عدادة الأولاد الأجنبية، فمصممة إنها تسيب له البيت وكده، فعمل إن ابنه عيان وسخن وبعت جواب لأخته عشان تلحقه. اتدخلت أخته وقدرت تقنعها إنها تقعد في البيت وما تسيبش البيت. هنا في مسابقة الفروسية الملك وجه الدعوة لطاهر باشا رغم علمه بالعلاقة بين نوال وخالد، وخالد مشترك في مسابقة الفروسية لكن حضر عشان الناس ما تتكلمش، ودي رغبة ملكية، لكن خالد وقع من على الحصان وتعور واتكسر ونوال أغمى عليها. مامة خالد اتصلت بنوال وبتترجاها إنها تيجي تزور ابنها في المستشفى، راحت له طبعا وهو متكسر، شايفين ايديه متكسرة ورجليه كمان، واترمت في حضنه. طلبت الطلاق من طاهر فقال لها ماشي هطلقك. طبعا اخوها ممدوح ضغط عليه وقال له اديني 5 دقايق تقول قرارك فيهم، ولو ما وافقتش على الطلاق هروح افضحك في جرائد المعارضة واقول ان اختي عشيقة لواحد غيرك. طاهر باشا قال له انت كريم قوي وكان ذكي جدا، وقال له دقيقة واحدة تكفي. قال لهم انا بستأذنكم عندي انتخابات كمان 3 اشهر، وبعد ال3 اشهر لما انجح هبقى اطلق نوال. ونوال في لبنان بتتصرمح مع خالد فسح بوس احضان، وكمان شغلاله ممرضة بتمرضه. راح ممدوح لطاهر باشا عشان يوفي بوعده بالطلاق، اتاريه كان باعت وراهم في لبنان واحد يصورهم وهدده بالصور، وقال له طلاق مش هطلق، هتضايقوني في حاجة الصور هوديها المحكمة، واسجن خالد واسجن نوال بتهمة الزنا. طبعا هو الفيلم اكتفى بالأحضان والقبلات، ما كانش فيه أكتر من كده في العلاقة بين نوال وخالد، وطبعا دي خيانة برضه. هنا خالد خف وهيروح حرب فلسطين سنة 1948، هنا خالد في الحرب قاعد في خندق ومعاه محمد رضا وفؤاد المهندس متطوعين، وهو طبعا ظابط. نوال مشتاقة انها تشوف ابنها من بعيد لبعيد، بتيجي جنب القصر فالدادة لمحتها وقالت لها تعالي اوريلك ابنك، طبعا شافت ابنها من بعيد لبعيد. هنا ممدوح بلغها استشهاد خالد في حرب فلسطين، راحت بقى بيتها والعسكري طبعا ما يعرفهاش، رفض دخولها. وبعد كده قابلت طاهر وقالت له انه خالد مات، قال لها دلوقتي انت طالق. اترجته تعيش جنب ابنها ولو خدامة. طاهر قال لها من مصلحة ابنك تبعدي عنه، هو عارف انك مت خلاص وبلاش تظهري في حياته علشان بكرة يكبر ويعرف حقيقتك، وانا بربيه كويس وحاسب له ثروة كبيرة. هاني شافها وقعد ينادي عليها، فطاهر باشا قال لها اجري اجري، وهي جريت فعلا وسرحت في كلام هاني ابنها، والقطر جه وللأسف خبطها وتوفت.
وكانت سايبة رسالة الممدوح إنها لو ما رجعتش لابنها هتموت نفسها. انتهى الفيلم الجميل، وطبعا انتقدت الفيلم في حتة معينة، لكن هو طبعا فيلم جميل، ممثلين عمالقة وحاجات زمان اللي مش هتتعوض. طاهر باشا كان مديها حريتها الكاملة، لكنه كان جاف في معاملته، بيحكم عقله كتير، حساباته كتيرة، لكن ده طبعا مش مبرر انها تخونه او تتخلى عن ابنها. لا كان بيشتمها ولا كان بيضربها ولا بيعذبها، وكانت عايشة في بحبوحة من العيش. في النهاية شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.